أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الرياضي في الملعب. النهاردة طبعا معانا واحد من رواد السوشيال ميديا ومن المحللين اللي دمع صيتهم خلال السنوات الماضية، خاصة مع تحرير الكرة العالمية ونادي الزمالك، وهو شادي طارق المعروف بشادي سبورتيف، اللي أنا بتشرف اللي هو هيكون معايا طبعا النهاردة في برنامج الملعب لأول مرة على شاشات التلفزيون. هنتكلم عن لقاء نادي الترجي غدا، حظوظ نادي الزمالك في التأهل، تغييرات الجهاز الفني كارتيرون ومعاه كابتن أسامة نبيه، وعدم وجود مدير كرة لأول مرة منذ سنوات، هل كارتيرون بكرة هيثبت إن هو كعبه عالي على معين الشعباني، خاصة إن كارتيرون خاض 6 لقاءات أمام نادي الترجي بقيادة معين الشعباني، فاز في 4 لقاءات سواء مع نادي الزمالك أو الأهلي أو نادي الرجاء المغربي وهزم في 2. هنشوف هل مجلس إدارة نادي الزمالك واللجنة المؤقتة أصابها الحظ في اختيار كارتيرون؟ هل ربنا هيقف بجانب الجماهير اللي مش همها غير فوز نادي الزمالك، تدعم الفريق فقط وليس أشخاص؟ كل المعطيات دي هنشوفها غدا في لقاء نادي الزمالك والترجي بإذن الله على ملعب استاد القاهرة، وبنسبة كبيرة اللقاء ده هيحدد موقف نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا لسنة 2021. طبعا من الحاجات الإيجابية إن احنا سمعنا وهنناقشها مع شادي طبعا بعد الفاصل، إن في تفكير ليقام دوري السوبر الأفريقي، أو لسه ما فيش مسمى للبطولة لكنها بطولة الصفوة الأفريقية اللي تجمع ما بين أقوى 20 نادي في القارة، ويقال ان جوائزها هتفوق 20 مليون دولار، وهتبقى فرصة استثمارية ضخمة لاندية افريقيا انها تشارك في البطولة دي. طبعا البطولة دي طبعا حاليا بتقام برعاية نادي سيمبا، هو الفريق اللي بيشجع اقامة هذه البطولة، وشايفين طبعا نادي سيمبا من الاندية اللي شايفين فيها تطور وبنشوف فيها استثمار، يعني الناحية الرياضية داخلة مع رجال الأعمال اللي بيستثمروا في نادي سيمبا، ولو أن تنزانيا مش من بلاد الغنية لكنها من بلاد صيتها الاقتصادي في أفريقيا يعني بقى قوي خلال السنوات الخمسة الماضية، واللي تمكن من خلالها نادي سيمبا أن هو يظهر بقوة عبر استاده وجمهوره وإمكانياته المادية، أصبح يضاهي نادي مازيمبي، وطبعا معاه شقيقه نادي يانج افريكانز. طبعا هيبقى معايا مداخلات لرواد السوشيال ميديا وبعض النقاد والصحفيين لمناقشه احداث نادي الزمالك والكره المصريه، لكن قبل طبعا ما نخش في تحليل بعض الاخبار اللي معانا، عايزين نتكلم على العاب الصالات اللي مش واخده حقها. نادي الزمالك النهارده استطاع ان هو يتغلب على نادي الجزيره بفرق 9 بونت في صاله نادي الزمالك، صاله عبد الرحمن فوزي في 100 عقبة. الفوز ده بيؤهل نادي الزمالك ان هو يبقى في المركز الاول مناصفة مع نادي الجزيرة. طبعا لسه ده الدور الاول او راوند 1، في راوند 2 اللي هي هيقام لقاءات الاياب. نادي الزمالك هيلعب نادي الجزيرة والاتحاد والاتصالات، لسه هيخش في راوند مع الـ7 اندية المتتاليين معاه في البطولة. نظام بس البطولة دي للناس اللي مش متابعة، هو بلاي اوفس. الدور الثاني الفرق هتلعب مع بعض، هتواجه بعض لغاية ما في الآخر بتصفي، بيبقى فيه مركز أول لتامن، الأول بيلعب التامن، الثاني بيلعب السابع، الثالث بيلعب الثالث. طبعا قلنا إن احنا هيبقى معانا مداخلات، لكن قبل ما آخد مداخلاتي في دقيقة هعقب على حاجة، وطبعا هيبقى معايا طبعا زملائي هيعقبوا على النقطة دي. صباحا أحد الإعلاميين الكبار بدون ذكر أسماء ذكر إن خزينة علي بابا فتحت فجأة لنادي الزمالك والحجوزات اتشارت، ونادي الزمالك أخيرا هيعرف يتصرف في الأرصدة اللي هو ذكر إن هي 142 مليون جنيه. وطبعا عارفين لما أي تسريب بيطلع بيبقى التسريب ده التسريب هدفه إحداث نوع من التغيير في الرأي العام أو تهدئة الرأي العام. مفيش تسريب بيطلع عفاري، مفيش بالونة، مفيش دخان من غير نار زي ما بنقول.
النهارده كان في قضيه نادي الزمالك اللي هي اترفض الطعن بتاعها ويتحدث في الموضوع، وامبارح سمعنا عن التجديد لفرجاني وكل الكلام اللي احنا بنسمعه بقالنا 4 شهور. انا ما عنديش تعقيب على الكلام، لكن مشكله ان المستشار المالي الاستاذ طارق حشيش وله كل الاحترام طلع ببيان بصفه المستشار المالي او المدير المالي، ومفروض ما يبقاش فيه تضارب في الاختصاصات دي عشان المدير المالي مش متطوع، اما المستشار المالي بيبقى متطوع، مش عارف بقى سواء مرتبه ولا مش مرتبه، لكن بيقول ان الفلوس اللي كانت موجوده اتصرفت على الفرق واتصرفت على مرتبات العمال، وانا عندي معلومات ان العمال مش بياخدوا مرتبات بقالهم شهرين. انا هتكلم على الموضوع ده باستفاضه، بس معايا عبد اللطيف عثمان لو لسه معايا على الهوا. هتكلم على الموضوع بعد ما اناقش مباراه الزمالك والترجي اللي هي اولويه كل جمهور نادي الزمالك، بعد ما اخلص مع عبد اللطيف. عبد اللطيف عثمان منورني. مساء الخير عليك يا احمد وعلى كل اللي بيشوفنا النهارده وبيسمعنا. حبيبي بتشرف ان انا معاك باذن. انا اللي بتشرف يا عبد اللطيف، طبعا الكاتب الصحفي المشهور ورائد من رواد السوشيال ميديا، وطبعا شغلك عبد اللطيف بصراحه بدون اي مجامله باين الايام دي في ايصال المعلومه لجمهور نادي الزمالك والدفاع عن كيان نادي الزمالك ولا اشخاص. الله يخليك حبيبي يا احمد، تسلم يا رب. يا ريت بس يا جماعه يتم تعديل الاسم، عبد اللطيف عثمان وليس عبد اللطيف فوزي. لا عبد اللطيف فوزي. معلش عبد اللطيف فوزي مظبوط. السؤال عبد اللطيف، عايز ابدا معاك بلقاء نادي الزمالك والترجي غدا، واحنا متابعينك شايف ازاي اللقاء؟ طبعا مباراه الزمالك والترجي بكره الكل مستنيها والكل عايز المكسب بكره، لان هيبقى مفترق طرق للزمالك، وهي هترجع الهدوء للفرقه والثقه داخل الفريق، هتبقى دفعه معنويه للي جاي سواء في افريقيا او في الدوري او حتى في ماتش الكاس. تعثر الزمالك طبعا يا احمد هيبقى معناها هيعمل مشكله جامده في الفرقه وهيبوظ الدنيا على الزمالك، فدي ما نتمناهاش بكره باذن الله. طبعا في البدايه لو هنتكلم انا حابب اتكلم عن الترجي وعن الارقام. يا ريت باستفاضه يا عبد اللطيف بعد اذنك، خد راحتك واتكلم باستفاضه. ارقام الموسم اللي فات للترجي، لما الزمالك جه واجه الترجي السنه اللي فاتت كان الترجي لعب في الدوري 15 مباراه ما خسرش فيهم ولا مباراه. السنه اللي فاتت لما جه الزمالك لعب الترجي في السوبر او حتى دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا ما خسرش ولا مباراة، 15 مباراة في الدوري المحلي ودخل فيه 7 أهداف فقط. الزمالك لما لعب الترجي السنة اللي فاتت في مباراتين سجل فيه 6 أهداف، يعني هو سواء السوبر الأفريقي أو جهاد دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. كمان الترجي السنة اللي فاتت لعب في أفريقيا 8 مباريات كان مستقبل فيهم 5 أهداف وكان قدر يكسب الرجاء وفيفا كلوب خارج ملعبه. وكان مسجل في الدوري 26 هدف وفي افريقيا 10 اهداف. عايز اقول لك ان هو السنه اللي فاتت انا شايف نسخه السنه اللي فاتت اقوى، لان هو حتى في الدوري قدر يكسب منافسيه الصفاقسي والنجم الساحلي والافريقي. لكن بقى لو جينا بقى نتكلم على الموسم ده هتلاقي الموضوع مختلف تماما يا احمد. اختلاف كلي. ورغم تدعيمات الترجي الموسم ده اللي هو عملوها في مركز حراسه المرمى مصطفى بن فاروق وجابوا الشعلاني وجابوا المرزوقي وجابوا حمد المحتاج وانيس البدري وويليام توجي وجابوا بن خليفه والمهاجم الغاني خالد عبد الباسط، لكن الفريق في الدوري لحد دلوقتي لعب 16 مباراه خسر مباراتين قدام المنافسين المباشرين اللي هم الصفاقسي والنجم الساحلي اللي كان لسه بيلعبه السبت اللي فات. مظبوط صح. خسر منه 2-0 وكمان داخل على يعني الفرقه ككل في دوري ابطال افريقيا لعبت 5 مباريات. جميل. ما قدروش يكسبوا ولا مباراه خارج ارضهم. يعني ده ممكن نقول ان هو مؤشر سلبي، لكن هو طبعا مؤشر ايجابي ان هم برضه ما خسروش. طب اللقاءات اللي خارج ارضهم يا عبد اللطيف، يعني كان فيها اداء دفاعي من الترجي ولا كان فيها نوعا ما من الاستسلام، يعني اللي هو خصم يهاب او لا يهاب بره ملعبه؟ لا انا 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 يعني انت لو الناس كلها تابعت طبعا مباراه الفريق السنغالي قدام الترجي. جميل. الفريق كان الترجي بيعاني
وانا وجهه نظري الشخصيه الزمالك في مباراه رابس كان يقدر يعمل نتيجه ايجابيه قدام الترجي، وخصوصا من الشوط الاول لولا سوء التوفيق رهيب كان قدام الفرقه. فعشان كده انا بقول لك انا ليه بدات بالقصه دي، لان انا شايف نسخه السنه اللي فاتت رغم التدعيمات انا شايفها اقوى من نسخه السنه دي للترجي، وان الزمالك قادر انه يكسب. عايز اقول لك كمان ان الكارتيرون ليه ارقام مميزه جدا قدام الترجي، اربعه فوز سبع مرات لعبهم سبع مرات، ثلاث مرات مع الاهلي جميل، وثلاث مرات معانا مع الزمالك، ومره مع الرجاء جميل، كسب خمس مرات وما خسرش غير ماتشين. طبعا المره الاولى كانت النهائي بتاع الاهلي رادس 3-0 جميل، واللي انتهى بهدف انيس البدر الشهير جميل، وثاني مباراه هي كانت بتاع السنه اللي فاتت رادس بتاعت الزمالك 1-0، واحنا اصلا كده كنا تاهلنا الى دور نصف النهائي. هو بشكل عام ما خسرش فارس تونس من الترجي، وده يخليني اقول لك يا احمد او استعرض معاك المواجهات المباشره بين الزمالك والترجي، وابداها بالقاهره، ماتش بكره في القاهره زي ما انت عارف. الترجي لعب الزمالك في القاهره خمس مرات ما كسبش فيهم ولا مباراه وما سجلش غير هدفين فقط. بشكل عام الزمالك واجه الترجي 12 مباراه في جميع المسابقات، قدر يكسب الزمالك تسع مباريات وخسر ثلاث مباريات وتعادل ثلاث مباريات. فالارقام يعني في صالح الزمالك، وده مؤشر باذن الله ايجابي الماتش بكره، ان احنا التفوق دايما على الترجي سواء جوه او بره، وان بيحصل المباريات اللي هي بتبقى بالطرف تبقى يعني سوء توفيق او حاجات ثانيه بره الملعب فنيا. يعني عبد اللطيف اكلمك بقى فنيا في اللقاء، وكارتيرون ما بقالوش خمس ايام يمكن بيقود التمرين بقاله ثلاث ايام، طريقه لعبه بكره امام نادي الترجي شايف هتختلف في ايه عن باتشيكو؟ انا عايز اقول لك بس في الاول يا احمد ان صعوبه ماتش بكره بتفكرني بصعوبه ماتش الزمالك والترجي كانت برضه في دور المجموعات سنة 2002 في دوري ابطال افريقيا، اللي كانت في القاهرة ولا في تونس؟ في مجموعته مع الترجي واسك ليموزا وكوستا الموزمبيقي كوستا دي سول. وصلنا للجولة الأخيرة دي كانت في القاهرة، كان الزمالك والترجي هما الاثنين معاهم 10 نقط. متى عبد الهادي واسك اللي جه من بعيد جدا رغم بدايته الغير موفقة كان معاه 9 نقط، والزمالك كان على بعد خطوة من الخروج من دور المجموعات، وكان مطالب انه لازم يكسب الترجي لان اسيك لو كان 12 وهو لازم يكسب لان الترجي عنده نفس النقط، وقدرنا نكسب الحمد لله بيومها بهدف كابتن مدحت عبد الهادي، وتاهلنا اول المجموعه ب 10 13 نقطه. كان لقاء عصيب عبد اللطيف والترجي، كان ليه فرصه شهيره في اخر خمس دقائق من اللقاء الرأسيه اللي جت في العارضه في اخر خمس دقائق، انا فاكر اللقاء ده كويس. مظبوط فانا بقول لك دايما ماتشات الزمالك والترجي وبتبقى صعبه والزمالك دايما بيتعرض للظروف دي، لكن انا برضو عايز اكلمك ان اسيك ميموزا في البطوله دي وفي المجموعه دي تحديدا كان في برضو في موقف مشابه، لانه في اول ثلاث جولات كان معاه ثلاث نقط بس، لكن برضو قدر يرجع وقدر يكسب الترجي في الجوله الرابعه، وقدر يكسب الزمالك في الجوله الخامسه، وكسب اخر جوله وتاهل، والترجي هو اللي خرج وقتها. الترجي زي ما انت قلنا لا كارتيرون السنه اللي فاتت واجهه بتشكيله ثانيه غير التشكيله بتاعت الموسم ده، يعني السنه اللي فاتت كان الترجي بيلعب بمعز بن شريفيه، زربالي، خليل شمام، يعقوبي، الياس شتي، كوليبالي، عبد الرؤوف بن غيث، بونسو، حمدي الهوني، بلال بن ساحه، وطاره. السنه دي الموضوع مختلف تماما، في حراسه المرمى فاروق بن مصطفى، في تدعيمات حمدي النجاز، هتلاقي بدران واليعقوبي والياس شتي، وعندك في نص الملعب كوليبالي وبن رمضان، وعندك ويليام توجي طبعا كل شافه في مباراه رادس، وبرده رؤوف بن غيث والهوني، والمهاجم الغالي خالد عبد الناصر. انا شايف ان كارترون هيلعب برده ان هو يخطف في اول المباراه هدف مبكر عشان يقدر يطرد اسلوب لعبه على الترجي ويخليهم هم اللي برضه بالهجمات، ويكون هو برضه رد الفعل. وهو النهارده اتكلم يعني كلام مهم في المؤتمر الصحفي، ان هو اكد
المباراه بكره يعني لا بديل عن الفوز. وان هو جه مخصوص قبل مباراه الترجي عشان النقطه دي، ورفض ان هو يجي بعد ماتش الترجي، وان واثق في لعيبته وقادر ان هم يتأهلوا من المجموعه دي رغم صعوبتها. الترجي طبعا بيخش المباراه دي كذا حاجه، ان هو عايز يقصي الزمالك من البطوله، يكون سبب اقصاء الزمالك، وعايز يضمن التاهل طبعا، او عايز يضمن التاهل اللي هو تاهل رسمي، ويرد الجل كارتيرون بتاع الموسم اللي فات. لكن انا برضه عايز اقول لك يا احمد في الاخر ان الزمالك بعد اعلان قائمته انا مش شايف هيبقى فيه مفاجات في التشكيل بكره. يعني هنلاقي احمد عيد برضه باك يمين، وقلبين دفاع محمود علاء ومحمود الوينج، وعبد الله جمعه باك شمال، وهيبقى طارق حامد وفرجاني ساسي في نص الملعب، وبين شرقي اوباما وزيدو عادي، واخلاق عصام فيصل طبعا في الهجوم، لان هو المدرب اللي ظهر مع كارتيرون وكارتيرون بيحبه، واللاعب نفسه بيظهر مع معلش ما سمعتش النقطه دي يا عبد اللطيف. مين اللي هيبدا في الهجوم؟ مين اللي هيقود خط الهجوم؟ انا توقعي الشخص اسامه فيصل. اسامه فيصل، اسامه فيصل. مش هتبقى مغامره ان هو يبدا اساسي في لقاء حاسم زي الغد؟ لا انا مش شايفها مغامره، لان اللاعب نفسه اتعرض لمواقف كتير، ولعب ماتش الاهلي ولعب ماتشات كبيره مع كارتيرون، وهو في تفاهم بينه وبين اللاعب. يعني طالما المدرب بيدي ثقه للاعب، فاللاعب بيبقى مهيئ نفسيا في الماتشات دي، يعني ما بياخدش مجهود فيها. لكن طبعا هتبقى في الاخر هي وجهات نظر، والكلمه الاولى والاخيره كارتيرون. توقعاتك عبد اللطيف؟ ان شاء الله هنكسب، يعني ما فيهاش توقعات بقى، ان شاء الله هنكسب، لان ان شاء الله احنا اللي زنقنا نفسنا وحطينا نفسنا في الموقف ده، فلازم احنا نخرج نفسنا منه. جميل. عبد اللطيف اخيرا سؤال احب اساله لك بصفتك برضو انك دايما في المطبخ زي ما بنقول كده، شايف ان غدا هل الجماهير هتحضر اللقاء وممكن نشوف يعني بعض التغييرات في الثواني الاخيره من ناحيه الكاف ونادي الزمالك، ولا الكاف هيبقى مصمم على عدم دخول الجماهير حتى لو 100 فرد؟ انا عايز اقول لحضرتك انا لحد دلوقتي انا مش عارف ايه سبب منع دخول الجمهور. الهلال السوداني اعلن عبر صفحته الرسميه عن تواجد 1000 مشجع بكره قدام شباب بلوزداد، وكمان فيتا كلوب اكد رغم احتجاجات الاهلي والبيان الرسمي اللي اصدره الاهلي، فيتا كلوب عبر صفحته الرسميه اكد ان في 3000 واحد بكره ونزلوا التذاكر. فهل هو قرار كاف؟ لو قرار كاف المفروض يطبق على كل الفرق، صح؟ مثلا الزمالك بيتكلم في 500 مشجع، ومش بيتكلم مثلا في 5000 مشجع على 10000 مشجع، يعني مش رقم كبير. هو 500 مشجع ده مش حاجه، مش حاجه. وحتى لو على الكورونا ما ممكن تعمل تباعد اجتماعي والدنيا تتحل، يعني ما مش شايف ان في سبب لتأزيم الموقف، يعني ان الموقف يتأزم. انا اتمنى الاداره تبقى عندها موقف، طالما في حاجه تطبق على الكل اما ما تطبقش، يعني طالما تطبق على الانديه كلها الكل بيحترم القرارات، لكن مش هتطبقها. يبقى مثلا الهلال بكره يخش له جمهور، وبيتا كلوب قدام الاهلي يخش له جمهور، او اي نادي ثاني يخش له جمهور، وتيجي على الزمالك 500 مشجع، خصوصا ان ماتش الترجي الناس قالت فيه كان اكثر من 1000 مشجع في رادس ودخل، فلازم يبقى فيه مبدا تكافؤ فرص. اتمنى ان اداره نادي الزمالك المؤقته ومناصفه الحق انها تقوم بموقف يعني ولو لمره يدعي النادي الزمالك ولو على سبيل المحاوله. يعني اهم مباراه في الموسم. بالظبط. التعثر فيها دخل الزمالك نفق مظلم واحنا في غنى عنه. بالظبط. نتمنى التوفيق بكره يا عبد اللطيف، والمره الجايه ان شاء الله مش مداخله تكون معايا في البرنامج هنا. باذن الله يا احمد، انا سعيد ان انا كنت معاك. انا اسعد. وربنا يوفق الزمالك بكره ويكرمنا باذن الله بالمكسب، وفي انتظار شادي حبيبي باذن الله كمان شويه. ان شاء الله شادي ربع ساعة و10 دقايق ويكون معايا ان شاء الله باذن الله. باذن الله. تابعنا بقى عبد اللطيف، بشكرك الكاتب الصحفي عبد اللطيف فوزي، طبعا من اكبر الناس اللي بيغطوا نادي الزمالك والكرة المصرية، لكن نادي الزمالك بصفة خاصة، ومن الناس اللي انا بتابعها على السوشيال ميديا وببقى معجب بآرائهم، ان الناس اللي على السوشيال ميديا بيتكلموا بنقد الجمهور، مش بيبقوا متوجهين او رجال زي ما احنا بنقول، لا بيتكلموا بنقد الجمهور، سواء مع اللجنه ضد اللجنه، حياديه، اي حاجه. المهم ان هم بياخدوا صف الجمهور وبيشوفوا ايه اللي يكون بينفع نادي الزمالك بدون تحيز.
عقبال ما المداخله التاليه معانا مداخلتين هيبقوا مع طبعا رائد الكره الافريقيه او متخصص الكره الافريقيه محمد صابر، بعديه ملاك دونجا. عقبال ما المداخله الاعداد هيجهزها اكمل في نقطه تعقيب على بيان الاستاذ طارق حشيش المستشار المالي او المدير المالي حينما ذكرت الوظيفه، يعني المسميات تختلف ولكن الدور واحد، وهو ان بيعقب على كلام الكابتن احمد شوبير بدون ذكر اسمه في البيان، وبيقول ان حسابات نادي الزمالك ما كانش محجوز عليها اصلا 142 مليون جنيه، وان 142 مليون جنيه تم التصرف فيهم، ان هم تصرفوا على فريق كره القدم، تصرفوا على بعض الالعاب الجماعيه زي ما هو قال، تصرفوا على رواتب العمال والموظفين بداخل نادي الزمالك، ولكن احقاقا للحق جمهور نادي الزمالك او اعضاء الجمعيه العموميه من حقهم يشوفوا كشف لحساب فلوس نادي الزمالك راحت على فين. في بعض اللعيبه اشتكت ان مفيش مستحقات، بعض اللعيبه اعلنوا العصيان قبل ماتش وادي دجله ب 48 ساعه، وكان ساعتها السيد المستشار المالي نزل التمرين مش عشان يتكلم مع اللعيبه، نزل عشان ياخد يتصور وينزلها على الفيسبوك، بعد كده يتريق مع اصدقائه على الاحداث داخل نادي الزمالك بسخريه او تهكم ما تصدرش من مسؤول. فزي ما عليك وحضرتك طبعا يعني مش اول مره تبقى متواجد في نادي الزمالك وفي الساحه، منذ ايام ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق كنت متواجد معاه في الفتره من 2008 لحد 2012 على ما اتذكر في العشريه السوداء لنادي الزمالك. يا ريت سيادتك تطلع وتقول لنا 142 مليون جنيه كده، او حتى للجمعيه العموميه اللي هي بدورها انها يعني تقدم طلب ان هي تشوف ميزانيه نادي الزمالك الفائض منها ايه، فلوس الكاش اوت فلو زي ما بنقول، اللي خرج وايه اللي دخل، الان فلو والاوت فلو، اللي خرج من النادي وخرج فين. ما هي يا جماعه مش الشطاره ان انا اجيب فلوس، الشطاره ان انا اجيب فلوس واعرف ادير الفلوس صح، ان انا اصرفها فين، ابقى عندي كده زي داتا. فريق الكره مش هينفع يصبر، يبقى لازم اوجه له 20 مليون جنيه، تمام، هي دي الاداره الصح. 10 مليون جنيه الالعاب الجماعيه، عمال النادي ليهم 3 شهور، اصرف لهم شهر ونص ممكن يصبروا. هي الاداره السليمه لموارد النادي، مش يجي لي 140 مليون احطهم مره واحده على في حته معينه، هنا انقط ده هنا انقط ده هنا. والمشكله ان احنا بقينا نشوف اول مره نادي الزمالك منذ عصور عديده بنشوف كم التسريبات اللي احنا ما بنشوفهاش، تسريبات يعني. كارتيرون اتسرب ان كارتيرون مضى مع نادي الزمالك قبل اللقاء ب 48 ساعه، لقاء سيراميكا كيلوباترا الاخير اتسرب، اتسربت النهارده الصبح وامبارح بالليل، وبنشوف الموقف ده مع كل قضيه للمجلس المجمد، ان فلوس نادي الزمالك خلاص، واتنين لعيبه سوبر، والتجديد لفرجاني ساسي ومش عارف ايه. يا سيدي حتى لو مش هتجدد ما تذكرهاش دلوقتي، ما تعشمش الناس وانت عندك، يعني انت لما اللعيبه تقرا ان فرجاني ساسي هيجدد ب 2 مليون و500 مثلا او 2 مليون و100 وفي ماتش تاني يوم، يعني الاخبار دي يعني المفروض انها تبقى في الغرف المغلقه، المفروض حتى في الغرف المغلقه ان انا ما اقولهاش، ان انا اقولها بعد اللقاء المصيري. الله اعلم مش كل ال 30 لعيبه اسوياء واقوياء وبيحبوا نادي الزمالك، يمكن يكون شخص غيران هنا او هنا. فمن الواضح ان في، مش عايز اقول خلل اداري في نادي الزمالك، ولكن سوء خبره. وللاسف شخص جوه منظومه نادي الزمالك او شخصين، وطبعا ما اقدرش اقول فزور عشان الناس عارفاهم من غير ما انا اذكر اسمهم، شخص كان ماسك النشاط الرياضي وشخص كان اداري لمده عام ويقال ان هو ما كانش اداري في فريق الهاندبول، هما اللي بيوجهوا الدفه داخل مركبه القلعه البيضاء نادي الزمالك. ده اللي كنت عايز اقوله عشان ابدا اخد شادي واخد المداخلات. نكمل كلامنا عن لقاء نادي الزمالك والترجي، بس مش عن لقاء الزمالك والترجي بس، نتكلم على الكوره الافريقيه عامه والحاله اللي بتعيشها الكوره الافريقيه بعد انتخاب رئيس جديد، وهو كان رئيس نادي سان داونز السابق.
وحاليا نشوف موقف نادي الزمالك في مجموعته وموقف النادي الاهلي مع طبعا الخبير الكاتب الصحفي ومتخصص في الكره الافريقيه محمد صابر. استاذ محمد. ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ ازيك يا فندم، اخبارك ايه؟ بخير والله الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله، بندعي كلنا عشان لقاء غدا. نعم، بندعي بكره عشان لقاء الغد امام الترجي. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا بكره وهنحقق نتيجه ايجابيه قدام الترجي. انا متوقع ان شاء الله هنكسب 2-0 بكره. طب توقعاتك للقاء ازاي وشايف كارتيرون امام معين الشعباني؟ كلمني كده فنيا عن اللقاء. كارتيرون زي ما قال في المداخله اللي فاتت معاك عبد اللطيف فوزي، قال ان كارتيرون عنده تفوق، انا بشوفه تفوق نفسي على معين الشعباني. قدر يكسب معين وهو بيدرب الرجاء، وقدر يكسب معين وهو بيدرب الاهلي، وقدر يكسب معين وهو بيدرب الزمالك. فانا شايف ان دي نقطه في صالح كارتيرون. كارتيرون مدرب جديد وهيبقى اول ماتش ليه مع الفريق، لكن مفيش لعيبه جديده اتضافت للفريق عن اللي هو كان بيتولى ادارتهم الفنيه من 5 شهور تقريبا، فمش هيبقى فيه مشكله كبيره ان شاء الله. فانا بتوقع ان شاء الله ان كارتيرون هيواصل تفوقه على معين الشعباني بكره، ويقدر يكسبه فنيا في الملعب ويحقق ال3 نقط بكره للزمالك. جميل. صابر، عايز اخش معاك بقى يعني مور ديتيلز على الكره الافريقيه حاليا، ونتكلم على مجموعه النادي الاهلي وحظوظ برضو النادي الاهلي وحظوظ مجموعه نادي الزمالك. ودي كده فكره للجمهور عن يعني متغيرات دوري ابطال افريقيا السنه دي، وشايفها رايحه على فين. انا هتكلم معاك باستفاضه وكل حاجه، بس انا عايز ايه يعني، انا عايز اتفق مع عبد اللطيف في المكالمه اللي فاتت ان بكره ماتش مصيري للزمالك ولازم نحقق الفوز. بس يعني لا قدر الله، لا قدر الله، اي نتيجه غير الفوز لو حصلت بكره ما بتنهيش فرص الزمالك في حجز بطاقه التاهل. هيبقى لسه عندنا فرصه في الجوله 5 والجوله 6 امام مولوديه وتونجيس. بالظبط كده، عكس موقف الاهلي. جميل. يعني لما تيجي تبص في مجموعه الاهلي، المنافس المباشر بتاع الاهلي فيتا كلوب، لان سيمبا هنقول بنسبه 90% ضمن الصعود. سيمبا عنده ماتشين على ملعبه، المريخ وفيتا. ابسط الامور لو خد 4 نقط هو ضمن الصعود، هيبقى هيوصل للنقطه 11 من مع الـ7 اللي عنده، يضمن التاهل للدور الربع النهائي. جميل. ماتش فيتا والاهلي بكره هو الماتش الحاسم في المجموعه دي. اللي هيكسب الماتش بكره بنسبه 85% 90% بيتاهل للدور اللي جاي. لو هنحسبها بالنقط، الاهلي وفيتا دلوقتي عندهم 4 نقط. فوز 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 الاهلي او تعادله بكره يقرب الاهلي جدا من التاهل للدور الجاي. خساره الاهلي هيبقى في الحاله دي فيتا عنده 7 نقط والاهلي 4. فيتا هيحتاج 3 نقط في الماتشين الاخر قدام المريخ وسيمبا. جميل. هيوصل للنقطه 10 لو كسب المريخ في الكونغو. جميل. اقصى حاجه الاهلي يقدر يوصل لها بعد كده نفس الرقم اللي هو 10 نقط. ماشي. هيحصل مواجهات مباشره، فيتا يتاهل لانه تعادل في القاهره وفاز في الكونغو مع الاهلي. ماشي. لكن الاهلي لو قدر يحقق التعادل بكره او المكسب هو بنسبه 80% ضمن التاهل، لان هيبقى عنده ماتش سيمبا هنا في نهايه البطوله، نهايه دور المجموعات في القاهره، مع ماتش المريخ في السودان، واحنا شفنا المستوى الفني الضعيف للمريخ في الـ3 مباريات اللي فاتوا. قدر يجمع نقطه واحده من التعادل مع سيمبا وخسارتين من فيتا في ملعبه في السودان بنتيجه كبيره 4-1، وخساره امام الاهلي في القاهره بنتيجه 3-0. صابر، انا كنت عايز لما تخلص اكلمك في نقطه برضو عن نادي سيمبا بما انك ذكرته، لكن لما تخلص كلامك بدون مقاطعتك يعني. اتفضل اتفضل. هو زي ما بقول لك كده، هو الماتش بكره المجموعه الاهلي، ماتش فيتا والاهلي هو الماتش الحاسم وهو الماتش المصيري في المجموعه دي، عكس مجموعه الزمالك اللي هيبقى لسه فيها كلام. الجوله 5 في مجموعه الزمالك هي هتبقى الجوله 5 الحاسمه للمجموعه. طيب، شايف ان في نادي سيمبا بنشوف السنه دي ان هو في تطور في الناحية الاقتصادية والناحية الفنية، بنشوف ان في صرف على النادي، الناحية الاعلامية رهيب، جمهور بيخش الماتش، يعني في تعنت ضد نادي الزمالك بكره ان يخش 500 فرد. سيمبا بنشوف اللي على الاستاد العملاق بيخش الاستاد فول كاباسيتي.
شايف ان سيمبا يعني مثال يحتذى به من الانديه التانية اللي هي نقدر نقول كده انها مش عايز اقول صاعده عشان نادي سيمبا نادي قديم، لكن بدا اللي هو ايه مستواه يبان للناس اللي هي ما كانتش بتتفرج على الكره الافريقيه. بص خليني هقول لك رايي يا احمد في فريق سيمبا. هو فريق بيتولى ادارته دلوقتي مجموعه يعني ناس محترفه كاداريا. جميل. وهم قالوا قبل كده ان احنا طموحنا خلال 5 سنين نوصل لفاينل دوري الابطال ونقدر نحقق البطوله. جميل. هم بيسعوا لده. هم نادي، هم هناك في تنزانيا لو هنتكلم من ناحيه الجماهير، حسب كلامي قبل كده مع كذا مسؤول هناك في اتحاد الكوره ومع نادي سيمبا نفسه، ان حالات كورونا عندهم شبه مش موجوده، فهم مش معترفين ان في وباء عندهم في البلد، فبيسمحوا حتى الدوري المحلي الجمهور بيحضر المباريات عادي من الملعب. تمام. الكاف ما قالش ان مفيش جمهور. الكاف سايب الامور بالأمن. كل بلد مع نفسها. انت كبلد مصر كمثال، الحاله الوبائيه عندك بتقول ايه وانت عايز تعمل ايه، هو سايبها باب مفتوح لكل بلد تحدد حضور الجمهور بالنسبه لها هينفع ولا لا. بيان الاهلي كان بيعترض على حضور الجمهور وبيقول ان الكاف قال مش مفيش جمهور واحنا كده في عدم تكافؤ فرص. احنا هنا في مصر الكاف ما منعكش ان الجمهور يحضر، وده للزمالك برضه. يعني النهارده خرجت اخبار ان الزمالك اتمنع من حضور الجمهور بكره، ده مش حقيقي. الكاف ما راسلش الزمالك ان في منع لحضور الجمهور، هي مصر نفسها اللي منع الجمهور، فما تقدرش تقول ان الكاف هو اللي منع. يعني نادي الزمالك، يعني الكاف ما منعش نادي الزمالك ان هو يسمح بدخول المشجعين. لا مش حقيقي، الكاف ما راسلش الزمالك بمنع الجمهور خالص، ولا راسل اي نادي تاني. جميل. بدليل ان الهلال السوداني اعلن بالامس حصوله على موافقه حضور الجمهور من الكاف لعدد 1000 متفرج. فيتا كلوب النهارده اعلنوا امبارح، رئيسه النادي اعلنت ان هي خدت الموافقات بحضور 3000 متفرج، موافقات امنيا مش من الكاف، هي واخده موافقات امنيا لان الكاف مش مانع، ما فيش قرار منع من الكاف اصلا. اصل اداره نادي الزمالك المؤقته قالت ان الكاف هو اللي منع. لا ما فيش منع من الكاف. انا المعلومات اللي عندي ان الكاف ما منعش حد من حضور الجمهور. وخرجت اخبار في الفتره اللي فاتت ان في جواب رسمي طلع من الكاف، انا مشفت الجواب ده، ولما سالت في الكاف قالوا ان لا مفيش منع للجمهور، لان الناس بتحضر عادي جدا. وفيتا بكره، فيتا النهارده طرح التذاكر للبيع وشبه اتباعت كلها 3000 تذكره، ونفس الكلام لجمهور الهلال. ماتش المريخ مع الاهلي في الجوله الخامسه هيبقى بحضور جمهور بشكل طبيعي جدا بعد قرار السلطات السودانيه بحضور الجماهير للمباريات في الدوري المحلي كمان. محمد اخيرا قبل ما اقفل معاك، طبعا وانا مستمتع بالمداخله الكريمه دي، عايزك تكلمني بما انك من اقدم الناس المتابعين للكره الافريقيه وليك مصادرك، هل انت متشائم ولا متفائل برئيس الكاف الجديد باتريس موتسيمبي اللي هو كان اصلا رئيس نادي سان داونز ويعتبر من اغنى اغنياء او اثرياء افريقيا؟ هل هو بيفكرك بمويس كاتومبي اللي كان رئيس نادي مازيمبي واللي طبعا كان طرقه معروفه في ادارته للكره هناك في نادي مازيمبي، ولا هو نموذج افضل شويه؟ بص يا احمد، لو انا قلت لك متفائل او متشائم يبقى انا بضحك عليك. احنا المفروض ده راجل هنشوف تجربته الاول ونشوف نتائج العمل بتاعه على ارض الواقع عشان نقدر نحكم عليه. احمد لما تولى مسؤوليه الكاف بعد الفوز على عيسى حياته، الناس كلها كانت متفائله بالتغيير وان الاتحاد الافريقي هيتطور. انا شايف ان احنا فتره احمد كانت من اسوأ فترات الاتحاد الافريقي اللي انا عاصرتها. تخبط في القرارات، قرارات بتطلع وبتتلغي بعدها باسبوع، بطولات بتتلغي وبتتاجل والمواعيد بتتغير، كانت عشوائيه كبيره جدا في فتره احمد وهو متولي رئاسه الاتحاد الافريقي. رئيس مالك نادي صن داونز اللي اصبح رئيس الاتحاد الافريقي قوه ماليه كبيره جدا. حصلت تربطات في الانتخابات بشكل كبير، كان بيقود التربطات دي رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم انفانتينو بنفسه، لدرجه ان هو في شهر يناير تقريبا سافر لجنوب افريقيا واتقابل مع رئيس الدوله هناك اللي هو
يبقى متزوج اخت مالك نادي صن داونز اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي الحالي. فكان في تربطات، والتربطات دي شفنا اثنينها بتتحرك بسرعه جدا في الاسبوع الاخير قبل الانتخابات، الثلاثي المترشح امامه على منصب الرئاسه اللي بعد كده اتعينوا الثلاثه كمنصب نائب رئيس ونائب رئيس تاني ومستشار للرئيس. فقصه الانتخابات كان فيها تحركات وفيها تربطات كتير. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل على ارض الواقع عشان نقدر نحكم على التجربه بعد كده، لكن من دلوقتي ما نقدرش نحكم عليه. محمد صابر متخصص الكره الافريقيه والكاتب الصحفي، بشكرك على مداخلتك الكريمه وان شاء الله ما تكونش اخر مره. بشكرك. انا اللي مبسوط يا احمد ان انا كنت معاك، وشكرا ليك وبالتوفيق ليك في اللي جاي. وانا اسعد يا رب. فريق الاعداد لو ملاك دونجا معانا سريعا قبل ما نروح لفاصل وناخد شادي طارق، يا ريت تبلغوني. طيب تمام، هناخد اخر مداخله مع ملاك لما نتصل بيه، بعد كده هنروح طبعا زي ما قلت لكم شادي طارق. وهي دي قوه السوشيال ميديا. شادي انا عارفه على المستوى الشخصي، وكان لينا حوار من سنه ونص قبل ما اجي الصحه والجمال على قناه الحدث اليوم، واتكلمنا انا وشادي وشرح وجهه نظره، وكان بيتكلم على تحرير الفرق العالميه وبيتكلم عن تحرير ميركاتو نادي الزمالك، والراجل كان بيتكلم بثقافة يعني ما تختلفش عن ناس كتير من اللي بنشوفهم في القنوات الشهيرة اليومين دول، ولكن القدر بيلعب لعبته خصوصا في لعبة الإعلام اللي بتحتاج جنب الموهبة وجنب الاجتهاد إن يبقى فيه حظ أو التوفيق يبقى واقف جنبيك، إن وإنت بتتكلم أو وإنت بتقول معلومة قيمة أو بيبان ثقافتك، إن تيجي العين اللي هي تقدر ثقافتك وتحطك في المكان اللي إنت تستاهله. وهو ده شادي، يعني انا شادي شايفه وطبعا مش هتكلم عليه كتير، هو هيبقى معايا وناس كتير كلها عارفاه، ان شادي مكانه مثلا قناه نادي الزمالك، القنوات الكبيره الفئويه اللي بتعبر عن جمهور نادي الزمالك، خاصه ان هو من الناس القويه اللي متابعه لنادي الزمالك على السوشيال ميديا، والناس اللي ليهم راي وراي قوي سواء في ميركاتو نادي الزمالك او في الخطط لنادي الزمالك. فهيكون معانا شادي وهنتكلم عن لقاء الغدا، هتبقى سهره معانا، وبرده هنتابع مع ملاك دونجا لسه ما وصلنالوش، ومع علي جبر. علي طبعا كان محلل موقع نادي الزمالك السابق، هنتابع قصه السوشيال ميديا، ويقال ان في ناس من نادي الاهلي محسوبين تم تعيينهم في السوشيال ميديا، وتم الاطاحه بعدد كبير من الناس القديمه اللي داخل السوشيال ميديا نادي الزمالك. هنروح لفاصل ونتكلم شويه مع شادي عن ماتش، وهناخد علي جبر لسه تنويه ان هم هيبقوا معانا على الهواء، علي جبر وملاك دونجا، هنتكلم عن السوشيال ميديا ونتكلم عن الاطاحه بعدد كبير من صحفيين السوشيال ميديا في نادي الزمالك اللي بيدير الان سوشيال ميديا من ابناء النادي الاهلي. او قبل ما نطلع فاصل ناخد ملاك. ملاك ازيك؟ احمد برحب بك طبعا، وبرحب بكل الساده المشاهدين، واتمنى ان نكون ضيوف عليهم ان شاء الله باذن الله. عامل ايه يا ملاك؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام، ومستعدين جدا لماتش بكره ان شاء الله. كلمني كده عن توقعاتك وتوقعات الجماهير، شايف نبض السوشيال ميديا شكله ايه يا ملاك؟ طيب ما فيش طبعا خلاف ان المباراه صعبه جدا، وموقفنا الى حد ما صعب، اللعيبه ديت هي حطانا في الموقف دوت، وهي اللي تقدر تطلعنا من الموقف ده بشكل كبير. مباراة عنق زجاجة في الموسم ككل، مباراة بتوضح لك الموسم هيمشي ازاي بشكل كبير، مباراة لو قدرت تكسبتها، لو قدرت تكسبها يعني تفرق معاك بشكل كبير جدا الفترة الجاية، وبتستعيد الثقة للعيبة. افتكر من اهم المباريات في الموسم للزمالك، لو ما كانتش الاهم الموسم دوت. كمان الجماهير عندها حاله تفاؤل بشكل كبير جدا جدا، وعندهم ثقه في اللعيبه ان هم قد المسؤوليه ديت، خصوصا ان الكواليتي لعيب الزمالك بشوف هو اعلى كواليتي موجود في الفرق الموجوده في مجموعه نادي الزمالك، يعني هم قادرين بشكل كبير جدا جدا ان هم يصنعوا الفارق ويفوزوا على الاقل في ماتشين من الثلاثة، ويتعادلوا في ماتش أو يحصلوا 9 نقاط، فالزمالك يقدر
يعمل المهمة دي أو يقدر يقدم المهمة دي بشكل كبير جدا يعني. ملاك، عايز اكلمك على موضوع خارج عن لقاء نادي الزمالك والترجي، بما انك من رواد السوشيال ميديا ومتابع لاخبار نادي الزمالك، هل شايف ان السوشيال ميديا الزمالكاويه حاليا بقت قويه وبقى ليها قرار ودور قوي ويتعمل لها الف حساب، ولا شايف ان هي وسيله ضغط مش اكتر؟ لا طبعا بشوف ان هي عامل مؤثر بشكل كبير جدا جدا. لا ضد اللي بيقول انها مش عامل مؤثر، بشوف ان هي اصلا بتفرق بشكل كبير جدا في قرارات انديه كبيره جدا جدا، خصوصا انها نبض الجماهير وهي اللي بتوصل بشكل مباشر لادارات الانديه او للعيبه او غيره او غيره. دلوقتي احنا بنشوف مثلا لو في فرقه خسرانه، صعبه جدا انك تلاقي مثلا لاعب بينزل صورته على الانستجرام او الفيسبوك او غيره او غيره، ده بيثبت ان في يعني بتجري بشكل كبير جدا السوشيال. فبالتالي لا طبعا بشوف انها مؤثره بشكل كبير جدا، وبشوف ان السوشيال ميديا الزملكاويه بشكل خاص هي مؤثره بشكل كبير، ومؤثره من الناحيه الايجابيه بشكل كبير جدا. انت عارف اصلا جماهير نادي الزمالك دايما تقدم الدعم من قديم الازل، وده مش جديد على جمهور نادي الزمالك. طيب رساله اخيرا يا ملاك، رساله دعم لعيبه نادي الزمالك بالغد منك ومن جماهير نادي الزمالك اللي هتتابع لقاء الغد. يعني انا بقول لهم انتوا اللي حطيتوا نفسكم في الموقف دوت، يعني مع انكم انتوا تقدروا تعملوا كنت تقدروا تعملوا تقدموا اكتر من كده بكتير. انتوا كلاعيبه اعلى، بشوف من اعلى الكواليتي الموجود في افريقيا، محتاجين روحكم، محتاجين العزيمه، محتاجين ان انتوا تلعبوا باسم تي شيرت نادي الزمالك اللي هو تقيل على اي لاعب موجود في افريقيا. لازم تبقى عارف ان تكون انت لابس تي شيرت نادي الزمالك، ده بيحملك مسؤوليه كبيره جدا. انت وراك جماهير بالملايين ما ملتش ولو للحظه انها تدعمك وفي ظهرك ومعاك. زي ما انت دخلت نفسك في الموقف دوت، انت قادر تخرج نفسك منه. مش الزمالك اللي يستنى هدايا من اي فرقه او من اي حد. نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك رجاله، وهم اللي يقدروا يصعدوا ان شاء الله باذن الله بمجهودهم وبرجلتهم في الملعب. ملاك دونجا، رائد من رواد السوشيال ميديا الزملكاويه، بشكرك ملاك وشرفتني يا ملاك. هطلع لفاصل ثم استقبل حبيبي وطبعا المحلل الكروي شادي طارق المعروف بشادي سبورتيف. نطلع لفاصل قصير ثم نعود وحديث عن لقاء نادي الزمالك بالغد امام نادي الترجي التونسي.